تكاملت منظومة المشاريع التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لبلورة معالم تنموية جديدة، فحلت حلبة البحرين الدولية في هذا الإطار لتبرز كمعلم له قيمته الحيوية ويضفي الزخم على كافة الأصعدة. فنالت المملكة سبق استضافة سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في الشرق الأوسط منذ عام 2004 لتشكل إضافة جديدة ونوعية على الخريطة الدولية لهذه الرياضة. في قلب صحراء الصخير تقع حلبة عصرية فريدة من نوعها، تكمن حكايتها بأنها بعدما كانت حلماً أصبحت واقعاً برؤى مهندس مسيرتها التأسيسية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. إنها حلبة البحرين الدولية التي تحتضن سنوياً سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. تكاملت منظومة المشاريع التي قادها سمو ولي العهد رئيس الوزراء لتسير على ضوء التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى، فحلت حلبة البحرين الدولية في هذا الإطار لتبرز كمعلم له قيمته الحيوية ويضفي الزخم على الجوانب الاقتصادية والسياحية والثقافية عبر ما تجتذبه من اهتمام واسع من مختلف دول العالم. استطاع سمو ولي العهد رئيس الوزراء بما عرف عنه من تصميم وعزم على تحقيق المكاسب التنموية للمملكة، حيث احتضن سموه في ذهنه فكرة إنشاء حلبة البحرين الدولية لتواصل بذلك المملكة تسجيل حضورها ضمن مصاف الدول العالمية، حيث كان سمو حفظه الله على ثقة تامة بأن البحرين جديرة باستضافة سباق الفورمولا 1 من خلال ما تتمتع به من طاقات شبابية قادرة على العطاء بإخلاص وتفان وبحسن إدارتها، وهي قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة. وها هي اليوم استطاعت أن تنظم هذا الحدث العالمي بكل جدارة رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية. وفي ضوء هذا الحدث العالمي لم ينسى سمو ولي العهد رئيس الوزراء كعادته كافة منتسبي القطاع الصحي، لا سيما العاملين في الصفوف الأمامية الذين قدموا مساهمات جليلة في خدمة الوطن والمواطن. رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في بناء أول حلبة سباق في الشرق الأوسط حصدت مملكة البحرين ثمارها الطيبة وعززت من مكانتها على الخريطة الدولية بفضل النجاحات الكبيرة التي تحققها عاما بعد عام، حتى باتت اليوم محط أنظار العالم.